الطلبة والطالبات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر أشرف الهادي، كبير معلمين الكيمياء القاهرة. برحب بيكم وبنقدم لكم النهاردة نموذج لطلبة اللغات ونموذج لطلبة اللغة العربية في مادة الكيمياء. دي نماذج طبعا للتدريب من الوزارة ومن بنك المعرفة، نماذج محلولة ومعاها شوية بعض طرق حل المسائل ومراجعات طلبة الثانوية العامة استعدادا لامتحان الكيمياء القادم إن شاء الله بعد أيام. حاول تتابع الأسئلة، نظام عامل إزاي، عشان ده بالظبط اللي المفروض متوصي بيه يجي نظام الامتحان البابل شيت، سواء بقى الاخطار او المقالي. وطبعا هي الفكره كلها، حتى الاسئله المقالي اللي هتجي لك شورت، يعني نظام اسئله قصيره اجابات مش محتاجه كلام كتير. فانت اهم حاجه بس تكون مذاكر وتعرف امتى تستخدم الاوبن بوك، لان مش كل حاجه طبعا هتلاقيها موجوده بالنص في كتيب المفاهيم، زي ما في طلبه كتير فاكرين، لدرجه ان في بعض الطلبه والطالبات ما بيحفظوش رموز ولا تكافؤات، وبيعتمدوا على المفاهيم انها موجوده. وطبعا الكلام ده مش مظبوط. اللي عاوز يجيب درجه عاليه في الكيمياء لازم طبعا يكون بيعرف رموز كيميائيه وتكافؤات، بيعرف يعمل معادله كيميائيه ويوزنها، بيعرف طرق حل المسائل. اوبن بوك ممكن يساعد طالب ان هو يجيب النص 30، لكن اللي عاوز يجيب 60 من 60 في الكيمياء لازم طبعا يكون فاهم المنهج كله اوله عن اخره، الى جانب ان هو ما يضيعش وقت كتير في اوبن بوك وفتح المفاهيم، لان ده ممكن يضيع وقتك في الامتحان. وانت علشان تحس ان انت ماشي مظبوط في الايام اللي جايه دي وانت بتحل امتحانات، تعمل لنفسك تايم لما توصل لدرجه ان انت تخلص الامتحان بالكامل في ساعه ونص او ساعتين الا ربع بالكتير، يبقى انت كده تمام، تدخل وانت مطمن، وتحاول تقلل من اعتمادك على المفاهيم والاوبن بوك. ممكن تستخدمها في بعض الحاجات اللي محتاجه حفظ، زي مثلا الشق الحمادي والقاعدي، جدول استخدامات العناصر الانتقاليه، بعض الاستنتاجات اللي موجوده مثلا في الباب الثالث زن كيميائي. وطبعا احنا مش هنجيب لك استنتاجات كمان، بس احنا هنسالك فيها، فانت لازم تكون فاهم يعني ايه الموضوع، يعني مش هتحتاج حتى اوبن بوك فيها. بالنسبه للقوانين احنا هنجيب لك في الاوبن بوك قوانين العامه، لكن انت عندك في قوانين تراكميه انت خدتها في سنه اولى لازم تكون عارفها، عشان تجيب مثلا عدد المولات، عشان تجيب كتله الماده المترسبه، فلازم طبعا تكون عندك درايه ب كل القوانين اللي انت خدتها في السابق. ده لو انت بتفكر او انت بتفكري ان انت تقفلي ماده الكيمياء السنه دي، لان طبعا انت داخل طالب داخل علمي اكيد حاطط في دماغك ان انت عاوز تدخل كليه من كليات القمه، سواء طب او صيدله او هندسه. فطبعا انت لسه هتكمل مجال الكيمياء في هذه الكليات، لازم يكون عندك اساسيات كويسه عشان تقدر تواصل بعد كده. المهم عشان ما اطولش عليكم، الامتحانات طبعا ان شاء الله السنه دي جايه سهله حسب التعليمات، برضو في متناول الطالب المتوسط، في جزئيه حوالي 15% للطالب الذكي متفوق او غير مشبعه، اللي هي المركبات الاروماتيه. هتتابع معايا في الفيديو، هنوريك تسميه المركبات الالفاتيه الحلقية، طرق تسميتها، وأهم مركباتها، سايكل بروبان، سايكل بيوتان، وهنشوف إنها مركبات نشطة جدا. طبعا ممكن أقولها بطريقة تانية، ممكن أقول اسم الألكان وفي النهاية بقول كلمة حلقي لو هتكلم باللغة العربية. طبعا احنا بالنسبة لنا أول مركبين في الألكانات الحلقية، طبعا القانون الجزيئي بتاعها بما انها سلسله متجانسه CnH2n، بيشبه
القانون العام للألكينات، ولكن هنا طبعا ايه مفروض المركب حلقي. بنجد الزوايا في البروبان الحلقي 60 درجة، يعني أقل من 109.5، لذلك فهو مركب نشط جدا. وكذلك البيوتان الحلقي الزاوية 90 درجة، أيضا مركب نشط جدا. على هذا الأساس يمكن استخدام خليط من المركبين السايكلوبروبان والسايكلوبيوتان مع الهواء والحصول على غاز شديد الاشتعال أو وقود صناعي. ودلوقتي بقى فاصل ونواصل، ركز معايا وتابع بحيث ان انت يبقى قدامك صورة واضحة على اهم المسائل اللي ممكن تلاقيها قدامك في الامتحان، وقد تكون مراجعة سريعة ولكنها طبعا مهمة وهتبقى مفيدة ان شاء الله. فحاول تركز معايا، ولو عندك اي تعليقات ابقى ابعتها لي، واي تساؤلات هنجاوبك عليها على الفور. ثبت. احنا يهمنا طبعا البنزين كأول مركب عضوي أروماتي، هو الفرد الأول بالنسبة للمركبات الأروماتية الغير مشبعة. تحضيره أو طرق تحضيره، يهمنا تحضيره في الصناعة وتحضيره في المعمل. تحضيره في الصناعة طبعا بنحضره أول طريقة بالتقطير، من عملية تقطير إتلافي للفحم الحجري، ثم تقطير تجزيئي لأطران الفحم الناتج. نحصل على البنزين عند درجة حرارة تتراوح من 80 إلى 82 درجة سليزيوس. في طريقة تانية اللي هي إعادة تشكيل محفزة، بستخدم هنا هيدروكربون أليفاتي مشبع طويل السلسلة مفتوح السلسلة، بس بشرط أن يكون عدد ذرات الكربون مساوي للبنزين. يعني هستخدم هنا الهكسان C6H14 على أساس إنه بيحتوي على على 6 ذرات كربون مثل البنزين. طيب بالنسبة عندنا ل مجموعة الأرايل أو شق الأرايل AR، طبعا احنا عندنا في الألفتية شق الألقايل، في الأروماتية شق أرايل. شق الأرايل ده بيشتق من البنزين بنزع ذرة هيدروجين من البنزين C6H6، يبقى شق الأرايل C6H5، ولكنه مجموعة ذرية لا توجد فعالة انفراد. وعندنا نوعين اللي مطلوب منك في الدراسة، شق الفينايل C6H5 وشق ثنائي الفينايل، اللي هو بناخد شقين من الفينايل نربطهم معا بربطة من الخارج. طبعا بيختلف تماما عن النفتالين. النفتالين بيكونوا حلقتين ملتصقتين تماما ببعض، لكن شق ثنائي الفينايل بيكونوا مرتبطين من الخارج بربطه احاديه. تابع مع الفيديو وشوف دلوقتي بقى طرق تسميه البنزين تبعا لنظام الايوباك. بس طبعا تسميه مشتقات البنزين بتتوقف على اذا كان احادي الاستبدال او ثنائي الاستبدال او ثلاثي. احادي وثلاثي بالطريقه العاديه والابجديه، اما اذا كان ثنائي الاستبدال دي بقى الحاله الخاصه هنستخدم فيها المقاطع ارسو بارا وميتا. وهتشوف هنا ان في مجموعات بتوجه للوضع ميتا زي مجموعه النيترو مثلا، وفي مجموعات بتوجه للوضعين ارسو وبارا معا زي مجموعه الالكايل، زي ذره الهالوجين، زي مجموعه الهيدروكسيل وغيرها. تابع معايا الفيديو وشوف اهم النقط اللي قدامك والتفاعلات، وهنكمل طبعا حوارنا على تفاعلات البنزين في المرة القادمة. تابعني باستمرار. كان معاك استاذ اشرف الهادي كابتن معلمين الكيمياء بالقاهرة الجديدة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اما بالنسبه للبنتان الحلقي والهيكسان الحلقي، فالزوايا طبعا اكبر من 109.5، واللي هو حد الاستقرار بالنسبه للمركبات العضويه كما في الالكانات والميسان. بنجد ان هذه المركبات
اقل نشاط بكثير طبعا، وبتكون طبعا لا طبعا، وفي هذه الحاله لا تستخدم كوقود طبعا كالبروبان الحلقي والبيوتان الحلقي. ودلوقتي بقى فاصل ونواصل، ركز معايا وتابع. عشان كل واحد ياخد حقه والطلبه المجتهدين ياخدوا حقهم. وطبعا ايه ما تحاولش بقى ايه يعني تسمع بقى يقول لك الامتحان اتسرب، ما تتسربش. انت لو مذاكر وحاطط في دماغك تجيب مجموع كبير ما يهمكش الكلام ده كله، وتركز في الحل وما تسيبش اسئله من غير حل سواء اخطر او مقالي. وحاول الاول تحل الاسئله السهله، ابدا بالاسئله السهله بعد ما تقرا الورقه كلها، وبعد كده ايه ابدا بقى ايه اللي تحله حله على طول في البابل شيت. يعني مش تحل في البوكلت تقول حل بعد كده في البابل شيت، ما ينفعش. لازم تخلص اول باول عشان الوقت ما يسربش من ما يهربش منك، وفي نفس الوقت ايه ما تتسرع. شوف في الاخر لازم تدي فرصه لنفسك للمراجعه على الاقل مثلا نص ساعه، هتفرق معاك كتير جدا. وطبعا انا بكلمك كايه ككبير معلمين كيمياء معتمد من الوزاره، يعني ده الكلام بتاع ايه الناس المتخصصين ماشي، مش كلام مثلا ايه اي اجتهاد ولا حاجه. بكلمك عن خبره حوالي 32 33 سنه في مجال التربيه والتعليم والثانويه العامه في الكيمياء. فانت طبعا ايه الفتره دي المفروض تسمع التنبيهات من الناس اللي ايه الاكثر خبره، ما تمشيش بدماغك، لان طبعا للاسف في طلبه بيجوا على الاخر بيحصل لهم انهيار. احنا مش عايزين كده، عايزين الطالب يبقى واثق في نفسه وفي نفس الوقت يسمع كلام برضو ايه الناس الاكبر منه خصوصا متخصصين في الماده، علشان يقدر يجيب اعلى الدرجات. واحنا طبعا كل يهمنا ان انتوا ايه تدعوا لنا دايما بالخير وترفعوا راسنا وتجيبوا درجات كويسه، عشان يقولوا كان في مدرسين كيمياء بيشرحوا لكم كويس. بنتمنى ان انتوا تستفيدوا من الفيديو. في اول الفيديو هنبدا بس بامتحان اللغات، عشان طلبه اللغات طبعا ايه مقصرين معاهم شويه في امتحان اللغات. وفي اخر الفيديو هتلاقي او في نص الفيديو ممكن تلاقي ايه امتحان تاني لطلبه الايه العربي. الامتحانين يعني ايه متشابهين مع بعض، بس واحد بالانجليزي وواحد بالعربي. بالنسبه للكيمياء، ودي طبعا من ايه من اهم نماذج الوزاره، يعني انت ركز كويس في النموذج ده وشوف طريقه الحل. وانا طبعا ايه خلال الساعات اللي جايه هبعت لك كذا نموذج، حاول تتابع معايا باستمرار. وفي الاخر بقى الامتحان ان شاء الله بقى هنسعفك بايه بمذكره كويسه فيها اسئله اختار ومقالي من بنك المعرفه عن منطقه، المفروض ان احنا مشاركين فيها بمجهود طبعا كبير خلال السنه اللي فاتت دي، على لان طبعا ايه في كوادر كبيره في الاداره في الوزاره والاداره تجيب للطالب الاسئله اللي بت ايه بتنمي الفهم مش التلقين. احنا اللي يهمنا الطالب يكون يدخل الجامعه وهو فاهم بيعمل ايه بالظبط. تمام، ركز معايا وشوف الفيديو كويس، ولو عندك اي استفسار سيب لي في التعليقات، واتمنى ان انتوا تستفيدوا. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم مستر اشرف الهيتي، سلام.